أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. اعتقلت تركيا 31 عنصرا من الموساد الإسرائيلي فيما تابعت البقية إلى حدود 44 في خلية واحدة ضربت من أجلها تركيا من يتابع حماس، من يتابع تنظيم حماس الفلسطيني. وهذا تطور استثنائي أمام خلية من مثل هذا الحجم الذي يؤكد أننا أمام اعتبارات قوية للغاية وحضور أقوى في متابعة حماس على الأراضي التركية. يأتي ذلك وحماس تحتفل بذكراها السنوية منذ عام 1987 وإلى الآن نتحدث عن 35 سنة من النضال. وأهم من كل هذا أننا أمام تنظيم الآن يستخدم لوجستيا الأراضي التركية على الأقل حسب الإسرائيلي، وهناك عدم ثقة دائم، لكنه اليوم مع نتنياهو يصبح الوضع أخطر بكثير، إذ أن الرسالة موجهة من أردوغان ضد الموساد الذي سيتحول مع نتنياهو ومع اليمين إلى شراسة أكبر ضد الفلسطينيين. ولذلك فإن تقليم أظافر الموساد الإسرائيلي في المنطقة كان واضحا جدا أنه قرار تركي. المسألة الثانية والأهم أننا نتحدث عن اعتقال شخص أصبح واضحا له علاقات مع هذا التنظيم، مع أحد الأعضاء المتهمين باتصالاتهم مع إسرائيل. الأمر يتعلق مباشرة بمحاولة تقرب الكيان الإسرائيلي من معارضي أردوغان، هذه زاوية. وأهم من كل هذا أن هناك، وهذا خبر مؤكد، أن هناك تبييض للأموال بما فيه الذي اعتقل أخيرا عمدة يريد أن ينافس أردوغان، وهذا ما سارت به الركبان. هذا التطور الاستثنائي من جهة لأن المخابرات التركية اليوم تحاول تكون مستقلة بشكل أكبر وأن تعمل على استقلال القرار السياسي. إذن حماس في تركيا تحمى اليوم بتفكيك أكبر من على الإطلاق، ليس فقط في تركيا وإنما في الشرق الأوسط، إذ الخلية التي تصل إلى 44، يعني نحن نتحدث عن مجتمع داخل مجتمع وليس عن فرد أو فردين. الأمر يتعلق بتنظيف كامل قام به أردوغان وبقرار شخصي منه بإبعاد الموساد عن حماس. إذن هذه زاوية أولى. الزاوية الثانية كما ذكرنا علاقات الأكراد بالموساد الإسرائيلي، وهذا يزيد الأمر سوءا، إذ لم يعتقل أي شخص تحرك انطلاقا من الموساد الإسرائيلي تجاه الأكراد في تركيا أو من خارجها، وهذا يمثل تطورا استثنائيا، إذ حاصر أردوغان كل الاعتقالات في أمر واحد، القضية الفلسطينية وحماس. ويأتي هذا الاعتقال عشية الاحتفالات في حماس في غزة وفي غيرها وأمام معرض عسكري مزدوج اليوم في كل من غزة، مع تطوير الدرونات والصواريخ منذ بداية حماس وإلى الآن، ومن ثم أيضا في عرين الأسود مع أربعينية وديع الحوح. إذن من نابلس ومن غزة أصبحت البندقية الفلسطينية مع ما قاله الضيف وبوجه صريح أمام هذه الرمزية العالية للضيف عندما صرح بتوحيد الساحات، وهو الشعار الذي حمله أيضا الجهاد الإسلامي في آخر منازلة له مع الاحتلال. إذن أمامنا تركيا التي تحمي حماس على أراضيها وتحمي حماس انطلاقا من اللوجستيك وأيضا من حالة التمويل وغيرها، وهذه اتهامات الموساد الإسرائيلي تجاه
عمل أردوغان. إذن أمامنا هذا التطور الاستثنائي، خصوصا بالنسبة لعمدة اليوم اعتقل لسبب رئيس، لأنه ليس مرشحا ضد أردوغان، وإنما هو مرشح المصادي وتقارب مع المصادي الإسرائيلي في قضية تبييض أموال وفي دعم مباشر ضد النضال الفلسطيني وضد أردوغان دفعة واحدة. المصادي الإسرائيلي أصبح يدفع الأموال من الآن لإسقاط أردوغان، وهذا واقع الحالي في آخر هذه التطورات. إذن ليس هناك ثقة، تقول جريدة الصباح التركية، ليس هناك ثقة أو لم تعد هناك ثقة ما بين كل من المخابرات الإسرائيلية وما بين التركية. ثانيا، أن المخابرات الإسرائيلية لا تقاسم المعلومات مع المخابرات التركية. المسألة الثالثة، أن الموساد الإسرائيلي لديه حجم معلومات وحركة قوي جدا مع الأكراد، وهو الآن يدعم الأكراد ويدعم المعارضة بتبييض الأموال، وهذا لن يقبله أردوغان. هذا على صعيد آخر، وهنا لابد من تفكيك ما تبقى من بعض الخلايا. وهنا يطرح سؤال مباشر حول العام القادم، إن إعادة انتخاب أردوغان وضمان أن يبقى لفترة رئاسية أخرى ستكون حماس في مرحلة أيضا وعدت بها ووعد بها السنوار. إذن إن جدد لأردوغان فهذا يعني مباشرة دخول حماس في مرحلة أخرى ستكون أنكى على الاحتلال الإسرائيلي، وهذا هو الشيء المؤكد في هذه المرحلة على وجه التحديد. المسألة الثانية، أن إعادة انتخاب أردوغان سيكون أيضا عملا ضد العلاقة الإسرائيلية الكردية التي قسمها أردوغان. مرحلة أردوغان أخرت بشكل كبير مثل هذا الاتصال، لأن تركيا كانت خلفية واضحة للعمل وتبييض الأموال وكل هذا. اليوم هناك حصار قوي للغاية، فعملية لم تنجح في إسطنبول في تفجيرها، حتى أصبح هناك اغتيال لأهم عنصرين، أهم عنصر استخباري، رئيسة المخابرات عند الأكراد انتهت، وأيضا دفع ثمن غالي مع ألوية ورؤساء فرق عملياتية بالنسبة للأكراد، وبالإضافة إلى ضرب البنية التحتية بشكل مباشر لحركة الأكراد، وأيضا وهذا هو المهم العمل على تجاوز كل تقنيات الذكاء الصناعي المسلمة من إسرائيل واتجاه الأكراد. إذن أمامنا هذه المرحلة، حماية حماس وضرب عنصر الأكراد، وكان الأكراد على أغلبهم كانوا أقرب دائما إلى إسرائيل، وكانت إسرائيل سندا لهم، وهكذا. فالتطور اليوم هو تطور أمني يجعل من انتخاب أردوغان مسألة وقت لا أقل ولا أكثر حسب الحسابات الغربية على وجه التحديد. فهناك دعم مباشر لأردوغان من أجل البقاء في مكانه لأسباب عديدة، أولا الصين وروسيا وهذا المنطقة الشرقي عموما هو يدعم وبطريقة مباشرة بقاء أردوغان. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ما حدث في شمال سوريا وهذا الخلاف الشرس حول المسألة الكردية وحول ما تقوم به التنظيمات الكردية ضد داعش، فكل هذا يتجاوزه الأمريكي إلى الخوف من بديل. هذا البديل قد يسمح بصعوبات أخرى أكبر في علاقات الغرب وروسيا، وقد يدفع مباشرة العالم إلى مرحلة ما قبل الحرب، إن لم تكن أيضا مرحلة حرب كونية ثالثة. إذن كل هذا
يعمل عليه الغربي الآن، وهو يدرك أن التوازنات التي خلقها أردوغان خدمت بشكل كبير استراتيجية أمريكا قبل أن تخدم استراتيجية بوتين، وبوتين نفسه يرى أن أردوغان هو الأنسب لهذا الموقع، وكل هذا في النادي الناطق للدول الناطقة بالتركية، وأيضا بالنسبة لحرب إيجا والتطويرات العسكرية الخاصة بالجيش، فالجيش سلمه صناعة دفاعية متقدمة بنسبة تصل إلى الآن 81% من الحاجيات تصنع داخليا، هذا سيخدم الجيش لأن الصناعة الدفاعية أساسية بالنسبة له، والخوف من أي حصار أو تقلبات دولية كما حدث لبوتين مع أقاليم وخلاف حول حدود، أصبح الوضع من دون ضمانات إلى أن تحول الوضع إلى حصار، من طلب روسيا لضمانات إلى حصار على روسيا. إن أمريكا في هذه الحالة غير آمنة ولا أيضا مضمونة المسار، وبالتالي فإن من الصعوبة اليوم العمل داخل الشرق الأوسط من دون بوابة تركيا، وهذا الذي لاحظته حماس أيضا، لا حماس في لبنان ولا حماس في سوريا ولا أيضا حماس في غزة، الكل يرى أن مجرد ضمان لأمن بعض الشخصيات وعدم وصول الموساد الإسرائيلي إلى أي اغتيال على الأراضي التركية. وواقع الحالي أن المتابعة التي يمكن تأكيدها اليوم أن الموساد الإسرائيلي كان سينتقل إلى مرحلة تصفية قادة من حماس، وهذا الذي دفع إلى التحرك المباشر، لأن الأتراك كانوا يعرفون حدود هذا التنظيم، لكن مباشرة بعدها وبعد بن غفير وهذه التطورات الداخلية وتسليمه وزارة الأمن القومي وكل هذه الطفرات التي تحدث لجعل اليمين هو المسيطر على القرار، فإن تأثير اليمين على المخابرات ودعوة إلى ضرب رؤوس أو مواصلة سياسة الاغتيالات في صفوف حماس في الخارج، وهذا الذي ذكر به أساسا لبيد في إحدى المراحل خصوصا في حرب غزة، فالأمر هنا بالنسبة لهؤلاء القادمين سيكون بمثابة أمر عادي، وهذا الأمر العادي يرفضه أردوغان الآن. إن وصول الموساد الإسرائيلي إلى اغتيالات في صفوف الفلسطينيين وفي صفوف حماس على وجه التحديد، والوصول أيضا إلى اغتيالات بالتبعية لمسؤولين في الحزب الحاكم الإسلامي أو حزب العدالة والتنمية، هذا كله سيعطي صعوبة في الأفق القريب. لذلك فاليوم هناك إبعاد وبشكل كلي لأي عملية محتملة على الأراضي التركية، وأولها لقادة حماس ليس فقط في زيارتهم ولا أيضا في تواصلهم، وإنما في بعض إقاماتهم النشطة، هذه الإقامات النشطة التي يريد الموساد الإسرائيلي تدميرها والعودة إلى سياسة اغتيالات مع حماس، هذا الذي يجعل من الأمور صعبة للغاية مع نتنياهو. ونتنياهو عندما اعتقل 31 من الموساد الإسرائيلي اليوم في خلية من 44 شخصا، هذا يكشف لماذا التخوف من نتنياهو ومن عمليات محتملة لليمين على الأراضي التركية. إذن هذا هو الوضع، ودفاع أردوغان على حماس وعلى مواصلة رجالات حماس المزيد من الإقامة والدعم من داخل الأراضي التركية وعبرها أيضا، هذا كله يسعى معه على الأقل الموساد الإسرائيلي إلى وقف أي دعم موجه من إيران تجاه تركيا ومن تركيا إلى لبنان، هذا المثلث الخطر لدى الإسرائيلي، وأراد الإسرائيلي انتشارا عبر نفس هذا المثلث من أجل ضرب إيران وضرب حماس دفعة واحدة. كل هذا يعمل عليه الإسرائيلي الذي جاء أردوغان ليحرق كل أوراقه. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.